لمناشده الى لص. في تجربه مؤلمه اتنشرت على فيسبوك، على فكره ناس كتير خدتها ان هي كوميديه، بس انا مش شايفاها كوميديه خالص. امبارح قناه مصريه نشرت حرامي سرق شقه، الشقه دي كان عايش فيها عدد من طلبه بكالوريوس هندسه شعبه التخطيط العمراني في الحي السادس في مدينه نصر. البنت اللي نشرت المناشده على صفحتها الشخصيه اسمها ريهام الشيخ، قالت الى من سرق شقه طلبه بكالوريوس الهندسه شعبه التخطيط العمراني في الحي السادس، اتقي ربنا انت مش هو دخل الحرامي ده سرق لابتوب وسرق موبايلات وسرق اوراق وسرق فلوس. هي قالت له انت ما سرقتش الكلام ده، بس انت سرقت عمر ومستقبل 8 شباب ومجهود 5 سنين من العمل ليل نهار، علشان كان عليهم طبعا مشروع التخرج بتاع الشباب دول، ولما اللابتوب اتسرقوا الكمبيوترات وكل حاجه يعني، طبعا الشباب دول كان الموضوع يعني بالنسبه لهم صدمه كبيره جدا، لان كان عليهم الشقه السنه كلها وتعب السنه كلها. طب انا معايا احد الطلاب على الهاتف. اسامه، الو، اهلا بيكي، صباح الخير. صباح النور يا اسامه. ايه اللي حصل ده يا اسامه؟ والله اللي حصل احنا كنا شغالين يوم الجمعة اللي هو يوم 16/11، وكان عندنا تسليم فاينل يوم الأحد ويوم الاثنين، كان الأسبوع كله يعني مشاريع. تمام. وقعدنا شغالين ونمنا متأخر يوم الخميس، وقمنا الصبح الساعة 9 يوم الجمعة اشتغلنا لحد صلاة الجمعة. فطبعا صلاة الجمعة كل الشقة نزلت، نزلنا صلينا الجمعة، خرجنا ما لقيناش، طلعنا لقينا الباب الشقة مفتوح، 7 لابات الشقة كلها اتسرقت، 7 لابتوب 7 لابتوب وفلوس وكلام من ده، وست تليفونات وحوالي 3000 جنيه، يا خبر. والمحافظ والبطايق والهاردات الخارجية، يعني دخل قلب كل حاجة، يعني سرق كل حاجة. المشكلة والله مش في اللابات، المشكلة في الحاجات اللي على اللابات، وشغلنا على مدار 5 سنين. أنا يعني دلوقتي ده في شغل مجال 5 سنين مشروع اللي تخرج، فاتوا؟ شغل ال5 سنين بحسبه شغل أنا في كلية هندسة جامعة الأزهر. انتوا في جامعة الأزهر؟ أنا بكالوريوس هندسة جامعة الأزهر قسم التخطيط العمراني، طب انتوا المفروض إن بلغتوا أنا عندي، الجامعة يا أسامة؟ بلغنا الجامعة والدكاترة أعطونا 2 أسبوع بس أجازة، طبعا الأسبوعين خلص منهم أسبوع، ما أنا ما عملتش لسه أي حاجة أنا ولا 7 زمايلي بخصوص مشروع التخرج. طب بص يا اسامه، تحب يعني انا صراحه بننشد اساتذه الجامعه ان هم يعني يراعوا الموضوع ده، لان يا ريت بجد الطلبه يا جماعه ما قصرتش في حاجه، هم فعلا اشتغلوا، هم فعلا عملوا، مش ذنبهم ان في حرامي دخل سرق الحاجه. بالنسبه للاخ الحرامي بقى، عايزين يعني ريهام زميلتك هنا وجهت له نداء، بتحاول ان هي تساعدكم، فانا ما اعرفش يعني، انا مش عارفه انتوا عايزين تقولوا له ايه، هو يرجع الموضوع الحاجه صعب طيب جدا. احنا كنا قايلين ان هو يجيب لنا حاجتنا وياخد كل الفلوس اللي هو يطلبها، بس اهم حاجه يرجع لنا الحاجات ويرجع لنا الهاردات والشغل بتاعنا بس، مش اكتر. احنا مش بنقول له هاتها ومش هتاخد فلوس، لا هتاخد فلوسك قلتها وكل حاجه. واسرع براحتك وخد فلوس بس ما تاخدش ما اللابتوب. نعمل ايه، واحنا نعمل ايه، احنا محتاجين فعلا شغلنا ده. انا حالي كله واقف ومستقبلي كله واقف دلوقتي، وما معيش اي حاجه على مدار ال5 سنين اللي اشتغلتهم في الكليه، اي حتى فايل كاد معايا، مفيش اي حاجه. طب الاخ الحرامي ده لو سمعنا، انا مش عارفه هو سمعنا ولا لا، بس هو والله اكيد يعني سمعنا ده، انا الولاد مش دول تعبانين جدا وتعبوا في كل حاجه يعني، وانا يعني بصراحه يعني هو زي ما انتوا سامعين دلوقتي اسامه بيقول احنا مش مهم عندنا الفلوس، المهم عندنا الشغل. اولا الدكاتره يراعوا الموضوع ده، ثانيا الاخ الحرامي لو سمحت رجع الحاجه بقى، كفايه كده. و طب يعني رجع لهم الحاجه، خلصوا السنه يعني مش معقوله بصراحه اللي انت عملته ده، الحرامي يسرق. انا مش عارفه، بس انا عاجبني ريهام برضو ان هي عملت مناشده للحرامي، يمكن ضميره يصحى، اشك بس يمكن ضميره يصحى يعني، والطلبه يصعبوا عليه ويرجع لهم الحاجه. ناخد بالنا بقى يا جماعه، ده حرامي شقق دخل سرق كل الحاجه دي ومشي، والعيال مستقبلها هتضيع.